المسألة الثانية، فإذا الضمانة الأولى هي عملية بناء توافق وطني فلسطيني سريعة، ومصر تقدر تلعب دور كبير جدا في تشجيع الأطراف الفلسطينية على الإسراع إلى البدء في هذا الحوار. حلو. الضمانة الأخرى هي المواقف الصلبة للأطراف العربية الرئيسية، والإشارة تحديدا إلى مصر، الإشارة أيضا إلى الأردن. الطرف المصري والطرف الأردني على وعي شديد جدا بأهمية أمرين يا أستاذ يوسف. الأمر الأول هو منع تصفية القضية الفلسطينية من خلال جريمة تهجير قسري أو تهجير ناعم بتطرحها دوائر اليمين المتطرف في إسرائيل بصورة متتابعة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. والموقف المصري الصلب والموقف الأردني الصلب هما يعني دعامة رئيسية لمنع جرائم التهجير القسري أو حتى الحديث عن تهجير ناعم، لأن أنت لو واخد بالك الطرف الإسرائيلي ابتدى يغير اليمين المتطرف من كلام عن تهجير قسري لتهجير ناعم ودعوة الدول إلى قبول اللاجئين الفلسطينيين وما إلى ذلك. فده أمر مهم جدا. الأمر الثاني يعني الالتفات لمنع التهجير القسري، منع تصفية القضية الفلسطينية. الأمر الآخر الالتفات إلى مصالح الأمن القومي والسيادة الوطنية في مصر والأردن، وهي أيضا تمنع التهجير القصري أو ناعم. فالموقف المعلن للطرفين المصري والأردني مهم جدا، أن هو يستمد بصيغة لم نقبل بلاجئ فلسطيني واحد. هذا ليس رفضا للشعب الفلسطيني، بل على العكس حماية لحقوق الشعب الفلسطيني، والناس تدرك هذا الأمر جيدا سواء في مصر أو في الأردن. فلا لاجئ واحد لا لسيناء ولا للأراضي المصرية ولا للضفة الشرقية، يعني الأراضي الأردنية من جهة أخرى.